نعم لا شك ان المعلومات الموجوده بالنسبه لنا او يعني بموجب متابعتنا لهذه القضيه نتاكد بان هذه الصواريخ قد انطلقت من داخل الاراضي العراقيه، لكن بذات التوقيت هنالك يعني محاولات من قبل تلك الميليشيات المتواجده في الاراضي السوريه ايضا تحاول بشكل او باخر عمليه ارباك القوات الامريكيه او القوات الحليفه للولايات المتحده في هذه المنطقه، ربما قد يكون هنالك اطلاق بعض الصواريخ من الداخل السوري. لكن عندما نتحدث عن مدى التأثير الأكبر بالنسبة لها، أعتقد بأن التأثير الأكبر هو قادم من داخل الأراضي العراقية، نظرا لأن الساحة العراقية بالنسبة للمشروع الإيراني هي يعني ركيزة أكبر وثابتة ولديه القدرة على السيطرة على الجغرافيا العراقية وتتمركز فيها بشكل كبير في مناطق مختلفة، ولديه القدرة على استقدام أو استجرار الصواريخ الباليستية إلى هذه المنطقة، نظرا لأن هذه المنطقة العمليات يعني إلى حد ما لا تكون منطقة عمليات بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لذلك هي تتمترس في تلك المنطقة وتستخدمه كمصد أمامي باتجاه قوات التحالف الدولي في الداخل العراقي، وكذلك أيضا من الطرف الآخر هي متواجدة في الداخل السوري وتقوم أيضا باستهداف الولايات المتحدة. والعودة إلى هذا الاستهداف، هذا الاستهداف يأتي ردا على التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة، التدريبات التي تجري بالذخيرة الحية ما بين يعني قوات التحالف الدولي، كذلك أيضا الولايات المتحدة هي ضمن المتواجدين إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية. يعني هنالك تجري تدريبات كبيرة في المنطقة لحماية يعني بطبيعة تلك التدريبات أو المتغيرات العسكرية التي تجري في داخل المناطق أو حقول النفط بشكل عام، هي لتعزيز تلك القدرات القتالية لتلك القوات المتواجدة. لذلك أعتقد بأن هذه الضربات جاءت على بموجب متغيرات قد حصلت، وهذا ما رصدناه بشكل يعني واضح وصريح بأن هنالك إمداد بالنسبة للذخائر وكذلك القطع العسكرية التي قادمة من الداخل العراقي للولايات المتحدة، والتي أدت بالنتيجة إلى تلك التدريبات البرية الواسعة. لذلك أعتقد أن مسار التصعيد ما بين الولايات المتحدة من جانب وكذلك أيضا من الجانب الإيراني سيكون مسار طويل الأمد، ولدى إيران قدرة على استثمار العامل الزمن الذي لا تملكه الولايات المتحدة بشكل عام. فإيران تستخدم المصدات الأمامية في عدة دول، عندما أتحدث عن الداخل السوري هنالك مصدات أمامية قد سيطرت عليها نتيجة للفراغ الروسي، عندما أتحدث عن المنطقة الجنوبية بشكل عام هناك ثلاث نقاط استراتيجية سيطرت عليها في منطقة الجولان المحتل، أو عفوا في منطقة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل، كذلك أيضا هناك 9 نقاط في محافظة درعا، كذلك أيضا بالانتقال إلى العاصمة دمشق هنالك قرابة 11 نقطة أخرى، بالوصول إلى المنطقة الوسطى هنالك مستودعات مهين التي سلمتها ميليشيا فاغنر التي كانت تسيطر عليها للميليشيات الإيرانية، وأصبحت قيادة مشتركة ما بين قيادة حزب الله اللبناني من جانب وفيلق القدس من جانب آخر، إضافة إلى خبراء من الحرس الثوري الإيراني. هذه المصدات بحد ذاتها تشكل عائق بالنسبة للعمليات العسكرية للولايات المتحدة، ولكن هل لماذا لا يكون هناك يعني متغير من قبل الولايات المتحدة في سياستها الاستهداف؟ لماذا لا يعني تستخدم استراتيجية جز العشب بدلا من استراتيجية إخراج من المشهد، يعني من خلال عمليات مكثفة في نقاط مختلفة؟ عندما تحدث عن نقاط ثابتة في الداخل السوري من الممكن للسلاح الجوي الإسرائيلي إنهاء هذا التواجد بشكل كامل، لكن عملية التراخي أتاح لإيران التمدد بشكل أكبر، وبنفس الوقت رفع سقف المفاوضات في الملفات النووية والباليستية وكذلك أيضا في ملف المسيرات. واليوم عندما يتحدث حزب الله بشكل واضح عبر لسان زعيمه حسن نصر الله بأن لديه القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية في الداخل اللبناني وكذلك الداخل السوري، كذلك أيضا مسيرات، بمعنى آخر نقل عملية التصنيع من أجل عدم استهدافها من قبل الولايات المتحدة إلى الداخل السوري، واستخدام تلك الركائز التي قد سيطر عليها مؤخرا البحوث العلمية في حماة، كذلك أيضا المحور الآخر في الطرف الآخر وهي مستودعات مهين ومحيطها، إضافة إلى جمراية، منطقة جمراية هذه التي يعني هي منطقة بحوث علمية قديمة، وهنالك قيادة مشتركة حتى ما قبل انطلاق الثورة السورية في عام 2011، هنالك خبراء إيرانيين، هنالك خبراء روس متواجدين في هذه المنطقة، طيب. وهنالك تحالفات بالضرورة التي تحكم هذا التواجد.